محاضرة النهاردة إن شاء الله هي المحاضرة الثانية بالنسبة لموضوع الجي بي إس، وهنتكلم عن أساليب وطرق الرصد باستخدام نظام الجي بي إس. أول حاجة هنزود كده شوية حاجات ما قلناش في المحاضرة اللي فاتت. إحنا باختصار المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن نظام الجي بي إس، وقلنا إن هو نظام أمريكي، وقلنا كمان بسرعة كده إن في أنظمة تانية غير أنظمة الجي بي إس، وإن في حاجة اسمها الجي إن إس إس، ده النظام الدولي. لما اقول لك ايه الفرق بين الجي بي اس والجي ان اس اس، الجي بي اس زي ما قلنا ده نظام امريكي بيتكون من 24 قمر، مكتوب قدامك في الصوره هنا ان هم 31، ده لان في اقمار صناعيه احتياطيه بحيث لو في قمر صناعي وقف او حصلت فيه مشكله القمر الاحتياطي بيدخل مكانه على طول. في النظام الاوروبي اللي هو جاليليو، والنظام الروسي اللي هو جلوناس، وفي كمان النظام الصيني. كل دول مع بعض بيعملوا حاجه اسمها الجي ان اس اس. في كمان عندنا في الرسم اللي تحت اللي هو الكيو زد اس اس، ده نظام ياباني، والاي ار ان اس اس ده نظام هندي. طيب ايه الفكره هنا؟ الفكره ان انت الريسيفر اللي معاك ممكن يشتغل على الجي بي اس فقط، او يشتغل على جاليليو فقط، او يشتغل على جلوناس فقط، انما لو الريسيفر بتاعك جي ان اس اس يقدر يلقط معلومات من اي قمر صناعي من الانظمه المختلفه دي كلها، وبالتالي اقدر باستخدام نظام الجي ان اس اس ان انا اوصل لدقه اعلى من اللي انا بوصلها باستخدام نظام الجي بي اس، لان انا لو واقف في منطقه فوقيه مثلا 4 اقمار جي بي اس وثلاث اقمار جاليليو ومثلا 4 اقمار جلونس، ريسيفر الجي ان اس اس يقدر يتصل بالاقمار دي كلها وياخد معلومات منهم ويوصل لي لدقه اعلى. الحته دي بس في حاجات هنقولها النهارده مش موجوده في الكتاب، فالناس تتابع في المحاضره، وزي ما قلنا الامتحان ان شاء الله بالنسبه لجزء الجي بي اس بيجي من المحاضره، ده الاساسي اضافه الى الحاجات اللي موجوده في الكتاب. يبقى لو سالتك باختصار قلت لك ايه الفرق بين الجي بي اس والجي ان اس اس، كفايه انك ترسم لي الرسمه اللي تحت اللي مكتوب عليها مكونات نظام الجي ان اس اس دي، وتشرح لي كده باختصار ان الجي بي اس هو ده نظام امريكي بس بيستخدم الاقمار بتاعه الجي بي اس فقط، انما الجي ان اس اس بيستخدم اقمار الجي بي اس والنظام الروسي جلوناس والنظام الأوروبي والنظام الصيني، كمان ممكن يضاف عليه الأقمار الصناعية بتاعة اليابان وبتاعة الهند. الحاجة التانية اللي هنزودها، احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن الجي بي اس فيه بيشتغل على الموجة L1 وبيشتغل على الموجة L2، وقلنا L1 دي للاستخدام المدني و L2 للاستخدام العسكري. من سنة 2018 هم عملوا موجة تالتة اسمها L5، عشان لو اشتغلت، لو سافرت إن شاء الله واشتغلت على الأجهزة الحديثة هتلاقيها موجودة. L5 ديت ان هي بتزود دقة الرصد، وبالتالي الجهاز بتاعك بيبقى ثنائي الموجة L1 و L5. الفكرة في الموجة L5 دي ان احنا زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت الإشارة بتاعة الجي بي اس جاية من القمر الصناعي ماشية في الغلاف الجوي، بتخسر طاقة وبتأثر على الكفاءة بتاعتها، ف L5 استخدمه طول موجي تاني بيتأثر بشكل أقل بالحاجات دي وبالتالي يزود الدقة. والمحاضرة الجاية إن شاء الله احنا هنتكلم بالتفصيل عن مصادر الأخطاء في جهاز الجي بي اس. خلاص، يبقى لو قلت لك في الامتحان أو في الشيت إيه هي الموجات اللي بيشتغل عليها جهاز الجي بي اس، هتشرح لي تقول لي L1 و L2 زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، وهتزود لي عليها كمان إن احنا بقى عندنا موجة اسمها L5 لزيادة الدقة. طيب نبتدي ندخل في كلام المحاضرة بتاعتنا النهاردة. أساليب الرصد باستخدام الجي بي اس عندنا 3 أساليب. حاجة اسمها أسلوب الرصد الفردي، أو بنسميه سنجل بوينت أو الأبسولوت بوزيشننج، وبعد كده أسلوب الرصد التفاضلي، وأسلوب رصد شبكة من النقاط. هنتكلم عن كل واحد كده بسرعة. بالنسبة لأسلوب الرصد الفردي احنا اتكلمنا عليه شوية في المحاضرة اللي فاتت، بيستخدم جهاز واحد، بتنزل بجهاز الجي بي اس ريسيفر بتاعك، تقف على النقطة اللي انت عايز تجيب أحداثياتها وتشغله لفترة زمنية حسب الدقة اللي انت عايزها. طيب الفترة الزمنية دي قد ايه؟ هنتكلم بالتفصيل لما ندخل على طرق الرصد بالجي بي اس، كل فترة قد ايه وبتديك دقة قد ايه. اللي بيحصل ان الريسيفر بيتصل بالأقمار الصناعية، زي ما قلنا انت محتاج مينيمم 4 أقمار عشان الريسيفر يشتغل، انما ريكومندد 7 أو 8 أقمار او اكتر عشان يبقى عندك ارصاد زيادة وتبتدي الدقة بتاعتك تعلى. الريسيفر بيحسب لك، بيفضل متصل بأقمار الصناعية وبيحسب لك احداثية النقطة اللي هو واقف عندها. زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت إن الأحداثيات اللي طلعت دي أحداثيات مبدئية، مش هي الأحداثيات النهائية للنقطة. لازم تستنى
24 ساعة على الأقل، على ما محطات التحكم تقول لك تدي لك ملفات على النت، ملفات التصحيح بتاعة الزمن وبتاعة مسارات وأماكن الأقمار الصناعية. تدخل على السوفت وير اللي جاي مع الجهاز على الكمبيوتر، تدخل له الداتا اللي انت جبتها من الموقع، وتدخل له الملفات اللي انت نزلتها من على النت. السوفت وير بيعمل كذا خطوة بوست بروسيسنج، وفي الآخر يدي لك الإحداثيات المصححة للنقطة. طيب خلينا نتكلم شوية عن الدقة بتاعة جهاز جي بي اس. لو استخدمت جهاز أحادي الموجة اللي هو L1، وقفت على نقطة واحدة وشغلته مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع أو ساعة، هيديك دقة 3 متر، من 2 ل 3 متر. طبعا الدقة دي ما هيش الدقة اللي احنا عايزينها. طب بنزود الدقة ازاي؟ بنزود الدقة دي باستخدام طرق رصد مختلفة، وبإن احنا نزود فترة زمنية للرصد زي ما هنقول كمان شوية، ان انت تستنى لحد ما تلاقي ان عدد الاقمار عندك كبير اللي الريسيفر بتاعك متصل بيهم، والتوزيع اللي ظاهر بتاع الاقمار توزيع هندسي منتظم، الاقمار كلها مش متكومه في اتجاه واحد او في ناحيه واحده. طبعا لو المستقبل بتاعك ثنائي الموجه L1 و L5 بيحسن جدا الدقه بتاعتك. وطبعا لو المستقبل بتاعك جي بي اس فقط، متصل باقمار الجي بي اس فقط، هيديك اقل من لو كان المستقبل بتاعك جي ان اس اس، متصل بكل الاقمار الممكنه اللي موجوده. طيب طبعا حسب بقى جهاز الجي بي اس اللي انت شغال بيه، الريسيفر بتاعك بتدخل على السوفت وير وبتقرا المانيوال بتاعه، هل هو في اوبشن ان هو يتصل باقمار غير الجي بي اس ولا لا. لو الاوبشن ده موجود بتبتدي تزود له، تقول له ضيف كمان جلوناس، وضيف كمان جاليليو، وضيف كمان بقيه الاقمار اللي موجوده. طيب في اي مشكله في اسلوب الرصد الفردي؟ احنا شبه هنعيده تاني لما ندخل في طرق رصد الجي بي اس بشكل اوضح شوية، بس هل في مشكلة لغاية دلوقتي؟ الناس معايا على الشات؟ طيب نكمل. النوع التاني اسمه اسلوب الرصد التفاضلي. اسلوب الرصد التفاضلي بيقول لك احنا بدل ما هنستخدم جي بي اس واحد او جهاز ريسيفر واحد، هنستخدم 2 ريسيفرز، واحد فيهم هنحطه على نقطه مرجعيه معلومه الاحداثيات، هنسميه الجهاز المرجعي في الرسمه اللي تحت قدامك دي اللي هي نقطه الف، والجهاز الثاني هنحطه على النقطه مجهوله الاحداثيات وهنسميه الروفر. يبقى لما تشوف كلمه ريفرنس معناها الجهاز محطوط على نقطه معلومه الاحداثيات، نقطه مرجعيه معلومه الاحداثيات. لما تشوف كلمة روفر يبقى الجهاز محطوط على نقطة مجهولة الإحداثيات. طيب اللي بيحصل إن الجهاز اللي محطوط على النقطة معلومة الإحداثيات دي، النقطة دي إحداثياتها الصحيحة معروفة X و Y و Z، هيتصل بالأقمار الصناعية ويحسب الإحداثيات من الأقمار الصناعية. يبقى هو دلوقتي عنده الإحداثيات اللي حسبها من الأقمار الصناعية بتاعة نقطة ألف اللي هي النقطة المعلومة، وعنده الإحداثيات الصحيحة بتاعة نقطة ألف اللي هي النقطة المرجعية. هيقارن الاتنين ببعض ويحسب الفرق ما بينهم، هيبقى ده ايه؟ هيبقى ده الخطأ اللي نتج من مسار القمر الصناعي واختلاف الزمن. طيب هيسيف هو الخطأ ده عنده خلاص كده. الروفر اللي محطوط على النقطة المجهولة به برضو متصل بنفس الأقمار الصناعية زي ما انت شايف في الرسمة تحت، وحسب احداثيات نقطة به. اللي بيحصل بعد كده باخد الداتا من الريسيفر الريفرنس والداتا من الريسيفر الروفر، وادخلهم في البرنامج بتاع معالجه الاحداثيات. البرنامج كل اللي بيعمله ان هو بياخد التصحيحات من الريفرنس ويستخدمها لتصحيح النقطه المجهوله اللي هي نقطه ب، ويدي لي الاحداثيات المجهوله بدقه عاليه. دي فكره اسلوب الرصد التفاضلي. يبقى جهاز الريفرنس كل لازمته ان هو بيحسب اخطاء او تصحيحات اللازمه للزمن ومسارات الاقمار الصناعيه، وبعد كده باخد التصحيحات ديت استخدمها لنقطه ب واطلع الاحداثيات ب بدقه عاليه. طب حد هيسألني النقطة المرجعية معلومة الإحداثيات اللي في الموقع دي هجيبها منين؟ هنقولها كمان شوية. النوع الثالث هو شبه النوع ده بس على أوسع شوية، اسمه أسلوب رصد شبكة من النقاط أو Network Positioning. في الحالة دي ما بيبقاش عندي نقطتين بس، بيبقى عندي شبكة نقط، مجموعة نقط، شوية منهم نقط مرجعية معلومة الإحداثيات، وشوية منهم نقط مجهولة الإحداثيات. نفس الكلام بالظبط، بجيب كذا ريسيفر أحطهم على النقط المرجعية معلومة الأحداثيات وأسميهم reference receivers، وبعد كده أجيب receivers تانية أحطها على النقط مجهولة الأحداثيات وأسميها rover receivers. أشغل كل الأجهزة مع بعض ويبتدي
الاجهزه الريفرنس تحسب الفرق ما بين احداثيات المعلومه للنقط اللي هي واقفه عندها والاحداثيات اللي هي هتحسبها من القمر الصناعي. فرق الاحداثيات ده جه منين؟ جه من الخطا اللي موجود في القياس سواء بتاع الزمن او بتاع مسار القمر الصناعي، وتحسب التصحيحات، وبعد كده نعمل شبكه نتورك شبه كده اللي انتوا كنتوا بتعملوها في جيوديسيا مع دكتوره سماح، بس السوفت وير هنا هو اللي بيعملها لك، البرنامج هو اللي بيعملها لك، بتدخل فيها كل الاحداثيات اللي انت رصدتها وبتدخل فيها، والسوفت وير بيحسب التصحيحات ويبتدي يصلح لك شبكه النتورك بتاعتك على بعضها. يبقى الفرق بين ده بالنتورك بوزيشننج والاسلوب اللي قبليه هو ان اللي فات كان بيشتغل على نقطتين بس، هنا بيشتغل على شبكه من النقاط. تمام، يبقى لما اقول لك ايه هي اساليب الرصد باستخدام نظام الجي بي اس، هتشرح لنا الثلاث حاجات دول باختصار زي ما انا عامل كده برسوماتهم، ومش عايزين منك اكتر من كده. طب ندخل بقى على الجزء المهم بتاعنا اللي هي طرق الرصد باستخدام نظام الجي بي اس اللي انت هتستخدمها في الموقع. حطيت لك انا ملاحظه مهمه فوق اهو، احنا عندنا 5 طرق هنتكلم عنهم، بس ايا كانت الطريقه اللي هتستخدمها لازم تتاكد الاول ان انت عندك نقطه مرجعيه في الموقع اللي انت هتشتغل فيه، النقطة دي معلومة الأحداثيات بدقة عالية. طيب النقطة المرجعية دي هتيجي منين؟ يا إما هتيجي من نقط الشبكة الجيوديسية عالية الدقة، فاكرينها مع الدكتورة سماح لما قالت لكم إن كل دولة فيها مجموعة نقط جي بي إس عالية الدقة بتعمل شبكة جيوديسية. في مصر عندنا 30 نقطة 200 كيلومتر المسافة بينهم. يا إما أنا بعمل لنفسي نقطة مرجعية باستخدام جهاز جي بي إس. طبعا مستحيل ان انت هتنزل موقع تلاقي ان الموقع ده تصادف وجوده جنب نقطة من نقط الشبكة الجيوديسية عالية الدقة دي. ففي الحالة دي بنعمل حاجة اسمها نقل احداثيات، مش هناخدها مش هنتكلم عليها، بننقل الاحداثيات من نقطة الشبكة الجيوديسية عالية الدقة دي، ونفضل ماشيين كده نقطة نقطة لحد ما نقرب من الموقع بتاعنا، ونعمل لنفسنا نقطة هناك مرجعية للموقع بتاعنا بتنسبها الى نقطة الشبكة الجيوديسية عالية الدقة. زي ما قلنا مش هنشرحها بالتفصيل دي، مش هتستخدمها كتير، إنما اللي هتستخدمها إن أنت هتعمل لنفسك نقطة مرجعية في الموقع باستخدام جهاز الجي بي إس، هتعمل نقطة إحداثياتها عالية الدقة، هتستخدمها بعد كده لرصد جميع النقط المجهولة اللي موجودة في الموقع. الحتة دي مش موجودة في الكتاب، فالناس تركز معايا إزاي تعمل نقطة مرجعية في الموقع باستخدام جهاز الجي بي إس. بمنتهى البساطة خطوة خطوة أهو، بتجيب الجهاز وتنزل تختار انت نقطة على مزاجك تحط فيها الجهاز وتستعملها نقطة مرجعية. طيب بختار على أساس ايه؟ أهم شرط بالنسبة لك زي ما هنقول المحاضرة الجاية إن تحاول تخلي النقطة دي بعيدة عن العمارات العالية، مفيش حواليها عقبات، مفيش حواليها مثلا شجر كتير، ما تجيش مثلا في وسط جنينة وتحط النقطة تحت الشجر تقول هعمل دي نقطة مرجعية بتاعتي. ليه؟ خلي دايما في دماغك إن جهاز الريسيفر ده هيتصل بإيه؟ هيتصل بأقمار صناعية في السماء في الفضاء. فلازم انا ابقى وانا واقف في الموقع بنظرتي كده ابقى شايف ان الريسيفر ده شايف مساحه واسعه من السماء علشان يتصل بسهوله بالاقمار الصناعيه، والاتصال بالاقمار الصناعيه يفضل مستمر طول ما انا شغال ما ينقطعش. فلو انت شايف مثلا ان انت حواليك ان الشارع بتاعك ضيق مثلا وحواليك عمارات عاليه، لو حطيت الريسيفر هنا هيبقى شايف شريط بس من السماء، حته صغيره من السماء اللي هي المساحه اللي بين العمارات. لا، هنا انا كده زنقت نفسي، احاول ايه اختار نقطه تانية ابعد من كده، الدنيا قدامها مفتوحه مفيش حواليها عقبات، عشان اتاكد ان التوزيع بتاع الاقمار الصناعيه بتاعتي هيبقى كويس والاتصال مع الاقمار الصناعيه هيبقى كويس. اخترت انت النقطه على مزاجك، حطيت الجهاز عليها، بنشغل الجهاز ونستنى لحد بيتصل بأقمار صناعيه. غالبا بياخد له مثلا 15 دقائق على ما يتصل بالاقمار الصناعيه الموجوده. وزي ما قلنا لو الجي بي اس بتاعي بيسمح بالاتصال باقمار غير اقمار الجي بي اس، يعني يسمح يتصل بجلونس وغيره، اعمل انيبل للمود ده لانه هيزود لي الدقه بتاعتي. لما الاقي ان انا عندي 7 8 اقمار او اكتر والتوزيع بتاعها توزيع كويس، ابتدي كده اطمن ان انا هوصل لدقه كويسه. زي ما قلنا لو انا ثنائي التردد، لو في امكاني نستخدم مستقبل ثنائي التردد يبقى احسن، لو في امكاني ان انا اخلي الجهاز يتصل باقمار غير الجي بي اس يبقى افضل. هنا وانت بتعمل بقى النقطه المرجعيه بتسيب الجهاز شغال على النقطه من غير ما تقفله ولا تفصله لمدة 3 ساعات على الأقل، ويفضل كمان من 6 ل7 ساعات أو أكتر حتى حسب نوع المستقبل. لو المستقبل بتاعك أحادي الموجة وبيتصل بالجي بي إس بس اللي هي أوحش حاجة، هتسيب الجهاز على قد ما تقدر 7 8 ساعات زي ما أنت إيه قدامك متاح ليك هتسيبه شغال. لو الجهاز بتاعك ثنائي التردد أو متصل
وأقمار الـ GNSS كلها، يبقى 3 ساعات هيبقى كفاية بالنسبة لك إنك توصل لدقة عالية. القاعدة هنا إن دقة جهاز الجي بي إس بتتناسب طرديا مع الزمن اللي أنت سبته يرصد فيه، كل ما يرصد أكتر كل ما يديك دقة أعلى، وكل ما تبقى الأقمار الصناعية أكتر ومتوزعة أحسن كل ما يديك دقة أعلى. خلاص سبت الجهاز يوم كامل شغال لحد ما خلص رصد، تاخد الداتا بتاعتك، تستنى 24 ساعة عشان التصحيحات تكون نزلت على النت، تجيب التصحيحات زي ما قلنا تدخلها في البرنامج، هيعمل لك معالجة ويدي لك الإحداثيات. الإحداثيات هنا لو أنت طبقت الكلام ده هيديك النقطة دي بإحداثيات دقتها أقل من 1 سنتي، يعني ممكن توصل كمان نص سنتي أو أقل، توصل الدقة بالمليمتر. طبعا دي دقة عالية جدا. النقطة دي بالنسبة لك هتثبتها في الموقع، سواء بحاجة بعصاية معدنية، بمسمار معدني، أو بوتد خشبي، والنقطة دي أصبحت بالنسبة لك نقطة مرجعية ممكن استخدمها للرصد بالجي بي اس في المنطقة كلها بعد كده من غير ما أعيدها مرة تانية. يبقى تاني، أي موقع هتشتغل فيه أيا كانت الطريقة اللي هتستخدمها للرصد بجهاز الجي بي اس، أول حاجة بتعملها لو أنت مثلا هترصد يوم السبت، تنزل من يوم الاثنين قبليها، تنزل بجهاز الجي بي اس، تقعد في الموقع تعمل النقطة المرجعية بتاعتك وتصلحها وتتأكد إن هي مظبوطة وتثبتها في الموقع، لأن النقطة دي هي اللي هتبني عليها الموقع بتاعك كله أو الشغل بتاعك كله. لو الموقع بتاعك كبير ممكن تعمل نقطتين، تاخد نقطتين جي بي اس مرجعيتين في الموقع، في يعني لو الموقع مثلا بتاعك كبير ممكن تاخد نقطة في الشرق ونقطة في الغرب، بحيث دي تعمل تستخدمها في الرفع للجزء الأولاني من الموقع، والتانية تستخدمها للرفع للجزء التاني من الموقع، بس في أغلب الأحيان نقطة مرجعية واحدة بتبقى كفاية. في أي مشكلة إزاي أعمل نقطة مرجعية في الموقع؟ في أي مشكلة يا باشمهندسين؟ خلي بالك الحتة دي مش موجودة في الكتاب، وزي ما قلنا الحاجة اللي أنا بشرحها في المحاضرة ممكن تيجي في الامتحان عادي حتى لو مش موجودة في الكتاب، ودي نقطة دي ليك أنت عشان لما تيجي تستخدمها بعد كده في الشغل إن شاء الله. في أي مشكلة؟ ناس مش معانا؟ طيب بعد ما عملت النقطة المرجعية بتاعتك بتبدأ تعمل الرصد باستخدام أحد الطرق من 5 طرق موجودة عندنا، هم 5 طرق موجودين هشرحهم لك كلهم، بس هقول لك في الآخر إيه هي الطريقة اللي إحنا بنستخدمها دايما في الشغل أو اللي هي الدارج استخدامها دلوقتي. الطريقة الأولانية اسمها طريقة الرصد الثابت أو static method. بمنتهى البساطة احنا خلاص مش هن... يعني في كل الطرق اللي احنا هنقولها دلوقتي انت خلاص عرفت ان في نقطة مرجعية موجودة في الموقع انت عملتها بالجي بي اس وثبتها في الموقع وانتهى الموضوع بتاعها، اللي هي هنسميها نقطة ألف. كل الشغل اللي هنقوله بعد كده هو مبني على نقطة المرجعية اللي انت عملتها. هنا اللي بيحصل ان انت بتجيب 2 ريسيفرز، الريسيفر الريفرنس بتحطه على النقطة المرجعية اللي هي احداثياتها معلومة ومتصححة، والريسيفر التاني الروفر بتحطه على النقطة مجهولة الأحداثيات. طبعا مش شرط نقطة واحدة، ممكن يبقى عندك كذا نقطة وعندك كذا كاش جي بي اس حسب المتاح بالنسبة لك تقدر ترفعهم. بنسيب الجهازين شغالين عدة ساعات زي ما قلنا 3 ساعات أو أكتر حسب الوقت الموجود عندك. اللي بيحصل إن زي ما شرحنا من شوية الجهاز الريفرنس اللي محطوط على النقطة المعلومة بيتصل بالأقمار الصناعية وبيحسب أحداثيات النقطة دي، وهو عنده كمان انت دخلت له ان النقطه دي احداثياتها الصحيحه اكس واي وزد بتساوي كذا، بيقارن الاحداثيات الصحيحه بالاحداثيات اللي هو حسبها من الاقمار الصناعيه ويطرحهم من بعض، هيلاقي في فرق بين الاثنين لان الاقمار الصناعيه بتديك ايرور شويه في بتاع الزمن، بقى كده عنده التصحيحات. نيجي بعد كده بقى للايه، للروفرز اللي محطوطين على النقط المجهوله، بتحسب الاقمار الصناعيه، تحسب الاحداثيات من الاقمار الصناعيه، وبعدين السوفت وير بياخد التصحيحات اللي الريفرنس حسبها يصحح بيها النقط المجهولة اللي هي في الرسمة هنا ب و ج. طب استفدت أنا إيه باستخدام الطريقة دي؟ استفدت كده إن أنا بالنسبة للنقط ب و ج أنا خدت التصحيحات جاهزة من النقطة المعلومة أ، وبالتالي مش محتاج بقى استنى عشان النقط ب و ج، مش محتاج استنى 24 ساعة وأدخل على النت وأجيب تصحيحات الزمن وأجيب الكلام ده كله عشان أصححهم. ليه؟ لأن نقطة أ اللي هي كان فيها الريفرنس اللي أنا عملتها هي جابت لي التصحيحات جاهزة وأنا طبقتها على نقطة ب و ج على طول. طبعا الطريقه دي زي ما انت شايف الرصد فيها محتاج عده ساعات للرصد، وبالتالي مش هتستخدمها في الرفع المساحي، دي احنا بنستخدمها او بيتم استخدامها في عمل الشبكات الجوديسيه
اللي اضلاعها من 20 ل 50 كيلو، دقتها طبعا بالمليمتر من سنتي او اقل من سنتي. وفي ليها تطبيقات تانية كتير في البحث العلمي ممكن تقرا فيها ازاي بيرصدوا تحركات القشره الارضيه ويتنبؤوا بالزلازل، ولو المباني بتتحرك او في هبوط في الارض بيحسبوه برضو باستخدام الطريقه دي، عن طريق انه بيقارن احداثيات، بياخد نفس النقطه بيقيس احداثياتها على مر الزمن كذا فتره زمنيه متتاليه. لو احداثياتها ثابته يبقى القشره الارضيه ما بتتحركش، لو احداثياتها فيها حركه او فيها تغيير بيبتدي يعرف ان الارض هنا القشره الارضيه بتتحرك في اتجاه اكس او في اتجاه واي او في اتجاه زد. تقدر تقرا في الحته دي لو انت حابب. طيب، اتطورت الطريقه دي واتعملت لحاجه اسمها طريقه الرصد الثابت السريع، مش هنعيد الشرح تاني، هي نفس الطريقه بنفس الرسمه. الفرق ان بعد ما بحط الجهاز الريفرنس على النقطه المعلومه الف وبحط الروفرز على النقط المجهوله، ما برصدش بقى عده ساعات، لا انا برصد اقل من ساعه مينيمم، ما بقللش عن 20 دقيقه. انا بالنسبه لي ما بقللش عن نص ساعه، انما المينيمم لو 20 دقيقه ماشي مقبول، انما انا ما بقللش عن نص ساعه. هنا الدقه اقل شويه من طريقه الرصد الثابت العاديه اللي انت قست فيها عده ساعات، بس مش اقل قوي. يعني لو الاولانيه ادت لك سنتي دقه، دي ممكن تديك سنتي ونص، طبعا ده مقبول جدا بالنسبه للوقت اللي انا وفرته في الموقع. دي برضو بتستخدم في شبكه المثلثات، تستخدم ممكن بقى تستخدم في الرفع المساحي، لان يعني 20 دقيقه مش كتير، يعني 20 دقيقه ونص ساعه للرفع مش كتير، بس خلي بالك ان انت كل نقطه هترفعها في الموقع هتحتاج 20 دقيقه او نص ساعه عشان تترفع. يعني لو الموقع بتاعك فيه 20 نقطه يبقى انت هتقعد تقف عند كل نقطه ايه نص ساعه. فما بستخدمش الطريقه دي في الرفع المساحي التفصيلي. يعني لو عندي كذا مبنى وعايز اعمل شبكه ترافرسات واعمل رفع مساحي، ممكن استخدم الطريقه دي في رفع نقط الترافيرس. الناس فاكره الترافيرس ده كنا بنيجي حوالين المبنى نعمل نقط مرجعيه وطلع الترافيرس، او نعمل شبكه ترافيرسات. النقط المرجعيه ديت بنستخدمها بعد كده في رفع بقى ايه المباني والحاجات اللي موجوده في المنطقه بتاعتي. فطريقه الرصد الثابت السريع، لان هي برضو بتاخد وقت، بستخدمها لو انا عايز استخدمها في الموقع، بستخدمها في عمل رفع مساحي لنقط الترافيرس او توقيع نقط الترافيرس الرئيسيه، وبعد كده بكمل الموقع باستخدام التوتال ستيشن او باستخدام التدوليت والشريط. في مشكله لغايه دلوقتي؟ خلاص، يبقى طريقه الرصد الثابت مش هتستخدمها، هتستخدم طريقه الرصد الثابت ديت بيستخدموها في الشبكات الجيوديسيه. طريقه الرصد الثابت السريع برضو قليلا ما هتستخدمها، انما لو عايز تستخدمها في الموقع تستخدمها في عمل نقط الترافيرس في الرفع المساحي، بعد كده تكمل بالشريط او تكمل بالتوتال. دي رسمة جايبها لكم من الموقع بتاع الشركة، شركة لايكا دي من أشهر الشركات اللي بتعمل أجهزة مساحية. زي ما أنت شايف في ريفرنس واحد اللي هو محطوط على النقطة الحمراء دي النقطة المرجعية اللي أنا نزلت عملتها قبل الشغل، وده الريسيفر الريفرنس بتاعي، ده اللي بيحسب لي التصحيحات. وبعد كده عندك بقى أي عدد من النقط أنت عايز ترفعه تروح تقف عليه بالروفر وتقعد ترفعهم إيه نقطة ورا التانية. طبعا لو عندك متاح عندك جهازين أو ثلاثة، ممكن كذا واحد يبتدي يرفع، واحد يبتدي بنقطة 1 8 7 6 والتاني يبتدي بنقطة 2 3 وهكذا، وتلفوا لحد ما ايه ما تقابلوا بعض وتخلصوا الموقع. لو في جهازين بس جي بي اس اللي موجودين، خلاص يبقى انت مضطر تثبت واحد كريفرنس والتاني تمشي بيه على نقطة نقطة، طبعا ده هيبقى مستهلك للوقت شوية. طيب، انت هنا كده من طرق الرصد الثابت، ندخل على طرق الرصد المتحرك. في طريقتين للرصد المتحرك، حاجه اسمها طريقه التوقف والذهاب ستوب اند جو، وطريقه الرصد المستمر او كونتينيوس. خلاص، نفس طريقه الرصد الثابت، لازم الاول اعمل نقطه مرجعيه قبل الشغل، ولما انزل الموقع هجيب مستقبل ريفرنس احطه فوق النقطه المرجعيه معلومه الاحداثيات، ونفس الكلام بقى المستقبل ده هيتصل بالقمر الصناعي يحسب احداثيات النقطه، يقارن الاحداثيات المحسوبه بالاحداثيات الحقيقيه ويحسب الخطا ويحسب تصحيحات الزمن. نفس الكلام بالظبط بتاع الرصد الثابت. طب ايه الجديد هنا؟ الجديد هنا ان انا بدل ما بحط الريسيفر بتاع الروفر، بدل ما بحطه على ترايبود على حامل واروح اقف بيه على النقطه واسيبه عده ساعات في حاله الرصد الثابت واسيبه نص ساعه في حاله الرصد الثابت السريع، لا انا بحطه على عصايه حاجه اسمها بول اللي هي قدامك في الصوره تحت دي، الانتنة بتبقى فوق اللي هي المدوره ديت، وده الريسيفر اللي هو الصغير اللي شبه الموبايل اللي راكب فيها. دي عصايه عاديه خالص بتمسكها بايدك. اللي بيحصل ان انت بتاخد تمسك العصاية دي في ايدك وتركب فيها الريسيفر، تقف على اول نقطة وتسيب
الريسيفر ده شغال 5 أو 10 دقايق، عشان ايه زي ما قلنا بيحتاج وقت عشان يتصل بالقمر الصناعية ويشتغل. وبعد كده تبتدي تاخد الريسيف، تاخد البول ده او العصاية دي، وتتحرك للنقطة اللي بعديها اللي انت عايز ترصدها، تقف عليها من نص دقيقة لدقيقة بس، مش بقى نص ساعة او عدة ساعات، لا نص دقيقة او دقيقة، دقيقة ونص بالكتير. بعد كده تتحرك للنقطة التانية، تقف عندها بالعصاية نص دقيقة او دقيقة وترصدها، تتحرك للنقطة التالتة نص دقيقة او دقيقة وترصد، وهكذا لحد ما تخلص الموقع بتاعك. فأصبح كده ايه، انا وفرت وقت كبير جدا في الرصد، وفي نفس الوقت الدقة هنا برضو ما زالت عالية، يعني ممكن توصل الدقة ل 2 سنتي أو سنتي ونص في القياس، ودي دقة طبعا عالية جدا بالنسبة للوقت اللي أنا وفرته. في شرطين هنا في الطريقة دي لازم نقولهم. الشرط الأولاني، لما أحط العصاية دي عند النقطة وأنا ماسكها بإيدي، أتأكد إن العصاية دي محطوطة رأسيا بالظبط. طب إزاي هتأكد؟ فيها ميزان مية صغير، مش عارف هو واضح عندكم في الرسمة ولا لأ، في الصورة في ميزان مية صغير كده، في فقاعة مية زي اللي كانت في جهاز الميزان والتدريج لو فاكرين. بقعد أتحرك بإيدي يمين وشمال كده لحد ما ألاقي إن الفقاعة دي جوه المية، أثبت إيدي وأدوس على ميجر، هو الجهاز هيلقط، أثبت إيدي كده نص ساعة، نص دقيقة أو دقيقة لحد ما الجهاز يخلص، بعد كده أشيل العصاية وأروح للنقطة اللي بعديها. في الشرط التاني، لازم ابقى متاكد دايما وانا شغال ان الروفر بتاعي متصل بالاقمار الصناعيه طول الوقت، ما عملش ريستارت، ما قفلش، البطاريه ما خلصتش واضطريت اشغله تاني وهكذا. لو حصل بسوء الحظ ان اتصاله بالاقمار الصناعيه اتفصل، او ان الجهاز قفل وعمل ريستارت، بشغل الجهاز تاني وادخل على نفس البروجكت اللي انا كنت فيه، وثبته تاني على نقطة من مدة ل 5 ل 10 دقايق عشان الانيشيشن، واشغله مرة تانية ياخد ايه وقته عشان يعمل اعداد، بعد كده اكمل الشغل بتاعي. دي طريقة التوقف في الذهاب. في الرسمة اللي هي موجودة في الكتاب فوق اهي، مش واضحة قوي. الرسمة التانية هي النقطة الثابتة، الريفرنس محطوط تحت على النقطة الحمراء اهو. وبعدين هي في حاجة في النت بس الرسمة مهزوزة شوية، هبقى انزلها لكم على التيمز بشكل اوضح. وادي الروفر، النقط الخضراء ديت هي النقطة اللي انا عايز ارصدها. الروفر بيتحط على اول نقطة عشان يعمل انيشيشن، وبعد كده ابتدي اتحرك بيه على النقط، بعد كده نقطة ورا التانية لحد ما اخلص. طيب الطريقة التانية اسمها طريقة الرصد المستمر، نفس الفكرة بالظبط، بس اللي بيحصل بدل ما بركب الروفر على عصاية وامسكه في ايدي واتحرك انا من نقطة لنقطة، لا انا بركبه على عربيه او على جسم متحرك. في كمان شنطه ظهر كده خاصه برضو بالجي بي اس، ممكن تلبس شنطه الظهر وتركب الروفر عليه وتمشي انت المسار اللي انت عايز ترفعه. بركب الروفر على العربيه، وبعد كده اسيبه ثابت برضو على اول نقطه من 5 ل 10 دقائق عشان يتصل بالقمر الصناعيه ويشتغل. بعد كده بظبط الريسيفر، اقول له كل ثانيتين او كل ثانيه خد قرايه بس، واشغله. العربية بتمشي في المسار زي ما انت شايف على الرسمة اللي تحت كده، تبتدي من البيز ستيشن او النقطة الريفرنس اللي عندي، تمشي في المسار اللي انت عايز ترفعه. طول ما هي ماشية الريسيفر لوحده من غير تدخل منك، كل ثانية بياخد قراية، كل ثانية بياخد قراية. طبعا لازم اتأكد طبعا ان مستمر الاتصال بالأقمار الصناعية طول الوقت. يبقى الفرق بين طريقة الرصد المستمر وطريقة ستوب اند جو، ان في ستوب اند جو برفع النقطة اللي انا بقف عندها بس، انما في طريقة الرصد المستمر بيتم رفع كل النقط اللي في المسار، الجهاز اوتوماتيك شغال كل ثانية او ثانيتين بياخد قراية. الدقة هنا ممكن برضو تبقى من 2 سنتي ل 5 سنتي، هي اقل شوية من دقة ال ستوب اند جو. من اشهر طبعا تطبيقات طريقة الرصد المستمر او كونتينيوس هي جوجل مابس، دي العربية هي بتاعت شركة جوجل. اللي فوق ده كذا سنسور في بعض، جي بي اس مع ليزر سكانر مع كاميرات كل الاتجاهات. هي العربية دي بتبتدي من بيز ستيشن هما بيحددوها، وبعد كده يشغل جهاز الجي بي اس اللي فيها، تمشي في الشوارع المدينة، تقعد تلف كده وتتحرك في الشوارع في مسارات هما محددينها. طول ما هي ماشية جهاز الجي بي اس باستخدام طريقة الكونتينيوس عمال ياخد احداثيات نقط عشان يعرف مكان العربية فين وهي ماشية. الكاميرات اللي فوق على العربية عمالة بتصور في كل الاتجاهات. بعد كده السوفت وير بياخد الاحداثيات بتاعة الجي بي اس مع الصور اللي الكاميرا صورتها، ويعمل لك الثري دي فيو او الستريت فيو اللي انت بتشوفه في جوجل مابس. لما تفتح الموبايل وتعمل زوم على الشارع بتلاقي في حاجه اسمها ستريت فيو، فده التطبيق بتاع الطريقه الكونتينوس دايما بتستخدم فيه حاجه زي كده. حاجه بس مهمه عايز انبه عليها في طريقه ستوب اند جو، في طريقه الرصد المستمر اللي هي طرق الرصد المتحرك،
جهاز الريفرنس محطوط على النقطة المرجعية شغال هو مع نفسه عمال يحسب التصحيحات بتاعة الزمن، في حين إن الروفر عمال يعدي على النقط ويحسب الإحداثيات. بعد ما بخلص باخد كل الداتا دي وارجع بقى البيت او المكتب على الكمبيوتر، ادخل الكلام ده كله على السوفت وير بتاعي، السوفت وير بياخد التصحيحات اللي جات من جهاز الريفرنس يستخدمها لتصحيح كل النقط اللي الروفر قاسها. يبقى في هنا حاجه اسمها بوست بروسيسنج، يعني معالجه النقطه لازم اعملها فين؟ لازم اعملها في البيت لما ارجع. خلي بالك بقى مش محتاج بقى لكل نقطه انا قستها، مش محتاج ادخل على النت واقعد انزل بقى ملفات التصحيحات والكلام ده، لا. ليه؟ لأن الريفرنس النقطة المرجعية اللي أنا عملت لها وفرت وعملتها وفرت عليا الوقت ده، يبقى أنا عملت نقطة مرجعية قبل الشغل هي دي بقى اللي أنا تعبت فيها وقعدت يوم كامل أعملها، وبعد كده رجعت وجبت لها تصحيحات من على النت وصلحتها وتأكدت إن هي سليمة، نفعتني بقى بعد كده إن هي صححت لي كل النقط اللي أنا هرصدها في الموقع من غير ما أحتاج أعيد الكلام ده مرة تانية. مهم جدا تبقى عارف تطبيق كل طريقة إيه عشان تعرف تختار الطريقة الصح لما تيجي تشتغل إن شاء الله. طريقة التوقف والذهاب طبعا ممكن تستخدم في الرفع المساحي، ده هي ممتازة في الرفع المساحي لأن أنت مجرد ما عملت البيز ستيشن أو الريفرنس بوينت بتاعتك تقدر ترفع أي عدد من النقط في الموقع، كل نقطة محتاجة نص دقيقة أو دقيقة، يعني ممكن تخلص الموقع كله في يوم. بتنفعني كمان في المشاريع الطولية زي الطرق وزي خطوط الصرف ومواسير المياه وخطوط الشواطئ. بالنسبة لطريقة الرصد المستمر برضو تستخدم في الرفع المساحي لما يكون الدقة أقل شوية، زي حاجة زي جوجل مابس كده زي ما شرحنا. انما التطبيق الرئيسي ليها او المهم ليها هي رسم حدود الاراضي المتعرجه وحساب مساحتها بدقه. ليه؟ تخيل كده ان انت عندك ارض غير منتظمه، ابعادها او حدودها غير منتظمه، مجرد ان العربيه بتعدي عليها او ان انت لابس الشنطه وحاطط الروفر على ظهرك وعمال تتمشى على حدود الارض، الجهاز كل ثانيه عمال ياخد قرايه، وبالتالي لما تطلع الرسمه في الاخر تطلع لك الرسمه دقيقه جدا، حدود الارض المتعرجه دي دقيقه جدا بكل انحناءاتها وتقدر تحسب مساحتها بدقه عاليه. كمان لو فاكرين حاجة اسمها خريطة كونتورية خدناها في أولى مدني، برضو بالطريقة دي بقدر المنطقة اللي أنا عايز أعملها خريطة كونتورية أتمشى فيها كده بالعربية أو أنا أتمشى بيها فيها، كل ثانية الجهاز بياخد قراية إكس واي وزد، فبالتالي أقدر أغطي أكبر عدد ممكن من المناسيب في المنطقة وتطلع لي في الآخر خريطة كونتورية دقيقة. طبعا هتوفر وقت جامد جدا عن لو حاولت أعمل كده بطريقة ستوب أند جو أو لو حاولت أعمل كده بطريقة الرصد الثابت السريع. طيب في مشكلة لحد كده قبل ما ندخل على أهم طريقة عندنا؟ الناس نامت ولا لسه؟ أنا شايف على الشات أهو في 2 تقريبا 3، أحمد شعبان، حمدي حامد، في ناس صاحية وبقية الناس نايمة. احنا خلاص قربنا نخلص يا جماعة، احنا يعني عارفين ان انا عارف ان الاونلاين بيبقى مش زي طبعا مش زي الشرح في المحاضرة واحنا قدام بعض فالناس بتزهق، فاحنا بنحاول نختصر يعني الوقت الكلام على قد ما نقدر، فخلاص الناس تصحى شوية، فاضل نص ساعة أو أقل وهنخلص إن شاء الله. في أي مشكلة لغاية دلوقتي؟ مهم جدا تبقى عارف كل طريقة بتستخدم في إيه، لأن ده هو دي النقطة اللي إحنا عايزين نطلع منها من المحاضرة. طيب نكمل. بص، طريقة الرصد المتحرك باللاسلكي أو Real Time Kinematic RTK هي دي أهم طريقة GPS وأحدث طريقة، وهي دي الطريقة اللي ماشية دلوقتي ومستخدمة دلوقتي وهي المستقبل وليها تطبيقات كتير جدا زي ما هنشوف دلوقتي. فمهم جدا بالنسبة لنا لو أنت طلعت من منهج GPS بأن أنت عارف إزاي تعمل Base Station أو Reference Point في الموقع وإزاي تستخدم طريقة RTK، دول بالنسبه لنا يبقى انت كده يعني غطيت الجزء المهم من الجي بي اس. ودي اكتر حاجه لو انت ان شاء الله ربنا كرمك وهتسافر او هتشتغل بعد كده لما تتخرج في مكان بيستخدم جي بي اس، هتتسال 100% ازاي تعمل بيز ستيشن وازاي تعمل رصد باستخدام الرصد المتحرك باللاسلكي. مفيش حد بيقولها كده، هي دايما اسمها RTK، اي حد هيسالك او هيقول لك اسمها ايه؟ اسمها RTK. طيب طريقه RTK هي بالظبط طريقه ستوب اند جو، يعني ايه؟ يعني خلاص عملت النقطة المرجعية بتاعتي، نزلت بجهاز الريفرنس حطيته على النقطة المرجعية وشغلته، الجهاز ده شغال عمال يحسب التصحيحات ماليش دعوة بيه. الفرق هنا ان الجهاز الروفر بتاعي اللي انا هبتدي امسكه في ايدي واعدي بيه على نقطة نقطة احسب احداثياتها، في بينه وبين جهاز الريفرنس اتصال لاسلكي وايرلس كونكشن مستمر طول ما انا وارصد. اللي بيحصل هنا ان الجهاز الريفرنس هو بيحسب التصحيحات في كل ثانية، بيحسب التصحيحات ويروح باعتها على طول لمين؟
يروح باعتها على طول للروفر اللي انا ماسكه في ايدي باستخدام الاتصال اللاسلكي ده. يقوم الروفر في ساعتها وانا شغال هو في الخلفيه كده من غير ما انا باخد بالي يعمل ايه، يطبق التصحيحات دي. فانا ابقى ماشي برفع النقطه واجيب احداثياتها، وفي نفس الوقت الريسيفر بتاعي بيصلح النقطه دي ويصلح احداثياتها بناء على التصحيحات اللي هو جابها من الريفرنس. يبقى الفرق ما بين طريقه الريل تايم كايناماتيك ار تي كي والطرق اللي احنا قلناها كلها، ان الطرق اللي فاتت كلها كنت بستنى لما ارجع البيت او ارجع المكتب واطلع بقى الداتا من الريفرنس ريسيفر الريفرنس، واطلع الداتا من الروفرز كل النقط اللي انا عملتها وادخلها في السوفت وير واقعد جنب البرنامج عشان يعمل لي بروسيسنج ويعمل التصحيحات ويطلع لي الاحداثيات الصح. لا، في طريقه الار تي كي وانا واقف في الموقع من غير ما اعمل حاجه ماليش دعوه، جهاز الريفرنس او ريسيفر المحطوط على الريفرنس اوتوماتيك بيبعت كل ثانيه او في كل لحظه بيبعت للروفر اللي انا ماسكه في ايدي يقول له خلي بالك انت شغال دلوقتي، انت عندك تصحيحات بكذا دلوقتي، التصحيحات بكذا دلوقتي، التصحيحات بكذا. والروفر طول ما انا شغال هو اوتوماتيك في الخلفيه السوفت وير عمال يحسب التصحيحات. يبقى انا لما اخلص رفعت 200 نقطه في الموقع، تمام. وخلي بالك زي ما هنشوف دلوقتي الريفرنس نقطه الريفرنس الواحده ممكن تغطي لك لحد 20 كيلو مسافه من حواليها من كل الاتجاهات. فرفعت 100 200 نقطه في الموقع، خلاص خلصت الشغل في الموقع، مفيش بوست بروسيسنج. ليه؟ لان انا هاخد بقى بالفلاشه او بالوايرلس او بالبلوتوث حسب الريسيفر بتاعي شغال ازاي، هنقل الداتا على الكمبيوتر ومنها على الاوتوكاد، والاوتوكاد هيرسم لي الرسمه لان الاحداثيات طالعه من الجهاز متصححه جاهزه في الموقع بفضل الاتصال اللاسلكي ما بين جهاز الريفرنس وجهاز الروفر. يبقى ده الفرق الرئيسي ما بين الطرق اللي احنا شرحناها كلها وطريقه الار تي كي. يبقى لما اقول لك اشرح لي طريقه الرصد المتحرك باللاسلكي او ار تي كي، يبقى انت هتشرح لي الحته بتاعت نفس الكونسبت اللي احنا شرحناه في طريقه التوقف والذهاب نفسه بالظبط، بس هتزود عليه حته ان الريفرنس والروفر متصلين ببعض اتصال لاسلكي، وان التصحيحات هنا بتتم في الحقل او في الموقع اوتوماتيك، تصحيحات مباشره الجهاز بيعملها والداتا بتطلع لي ان الجهاز متصحح. يبقى انا وفرت كل الجزء او كل الوقت اللي انا كنت محتاجه في البوست بروسيسنج، وفي نفس الوقت الرفع في الموقع محتاج ايه برضه، محتاج نص دقيقه او دقيقه على كل نقطه بقف عليها. وبالتالي الطريقه دي سريعه جدا في الموقع، وكمان بتوفر وقت البوست بروسيسنج وبتطلع الداتا بدقه 2 سنتي او اقل، يعني طريقه مثاليه للرفع المساحي. عشان كده هتلاقي ان زي ما انا كاتب لك كده دي اشهر طرق الجي بي اس واحدثها. كل تطبيقات المساحه بستخدمها، بستخدمها في الرفع المساحي الطبوغرافي والخرائط الكونتوريه، بعمل بيها نقطه ترافيرس، بعمل اعمال التوقيع المساحي، الطرق، مشاريع الطوليه، المساحه التصويريه اعملها لك بالاخضر عشان هنتكلم عليها شويه دلوقتي وغيرها. طيب الرسمه اللي موجوده في الكتاب دي يعني ما هياش كويسه قوي، الرسمه دي اوضح. زي ما انت شايف ادي البيز ستيشن اهي في النص متصله بالاقمار الصناعيه، هنا في الرسمه دي 5 اقمار بالتوضيح فقط، انما طبعا هي بتبقى جايبه 8 او حتى لغايه 12 قمر او اكتر. الروفر على اليمين اهو والانتنة طالعة منه، وعلى الشمال بجيب الترانسميتر انتنة والترانسميشن انتنة بوصلها بالبيز ستيشن عشان اعمل الار تي كي بتاعتي. في ريسيفرز جي بي اس جاهزة بالترانسميتر ده، يعني هي جاهزة اوريدي ار تي كي، وفي ريسيفرز ما فيهاش ترانسميتر بتاع الار تي كي، بس بينزل لها اوبشن ان انت تشتري الترانزميشن او الانتنه اللي بتعمل الترانزميشن وبتوصلها بيه البيز ستيشن زي ما هي مرسومه قدامك في الرسمه. اللي بيحصل ان طول ما انت شغال بترفع بالروفر، جهاز البيز ستيشن بيجيب القرايات من القمر الصناعي وبيصلحها وبيبعت للانتنه، والانتنه بتبعت لك الكوركشنز زي ما انت شايف السهم اللي بالاحمر اللي ماشي ده، بتبعت الكوركشنز للروفر، والروفر على طول هو اللي بيصلح الدنيا وانت شغال من غير ما انت تاخد بالك ومن غير ما انت تتدخل في حاجه. يبقى لو طلبت منك ازاي تشرح لي طريقه الار تي كي في الامتحان، بعد اذنك هترسم لنا الرسمه اللي انا حاططها قدامك دي، لان هي اوضح واشمل من الرسمه اللي موجوده في الكتاب. يبقى دي الرسمه اللي انا طالبها منك، طبعا مش هترسم بقى رسم فني، يعني انا عايز بس انديكيشنز. البيز ستيشن دي هتروح عامل 3 خطوط كده، ده الترايبود، وحاطط دايره او مربع فوقيها ده الجي بي اس، خلاص انتهى الموضوع. الاقمار الصناعيه هتعمل لي انديكيشن قمر صناعي بس، مربع طالع منه ايه، مثلثين كده بتوع المثلثين او مربعين بتوع الالواح الشمسيه وخلاص، بحيث ابقى شايف ان ده متخيل ان ده قمر صناعي. الروفر زي ما انت شايف هم خطين جنب بعض، عصايه فوقيه كوره
دي ايه ده، ده الروفر بتاعك، وفي الريسيفر اللي هو المربع الصغير المرسوم في الجنب ده. نفس الكلام الترانسميشن انتنا، هي عباره عن ايه، ترايبود 3 خطوط، والانتنا دي عباره عن خط راسي كده. يهمني بس انك تعمل التوصيلات صح، تعمل الكونكشن ما بين الاقمار الصناعيه والبيز ستيشن، وبين الايه الاقمار الصناعيه والروفر، وبين الترانسميشن انتنا والروفر صح، وتكتب لي البيانات كامله على الرسمه بالعربي او بالانجليزي. تمام، انما مش عايزين ما تحطش الرسم طبعا كله بالمسطره، اي رسمه في الامتحان بالمسطره، بس ما تحطش بقى فيها ايه وقت وتقعد تفنن فيها. انا عايز انديكيشن بس، ابص عليه افهم ان انت فاهم يعني ايه ار تي كي، وافهم انا كمان اللي انت عامله في الرسمه. ده هو التواحد اهو في الموقع بيشغل بطريقه الار تي كي. بص في الخلفيه ورا ده الستيشن اهو، والانتنه اللي هي العصايه الطويله اللي طالعه منها دي. هنا هو الروفر بتاعه فيه انتنه اوريدي، فمش محتاج هي بتلقط من الترانسميشن. هنا طبعا هو هنا واقف جنب الجهاز لسه بيعمل انيشيشن للروفر، يعني هيقف كده من 5 ل 10 دقائق لحد ما الروفر اللي هو ماسكه في ايده ده يعمل الكونكشن مع الاقمار الصناعيه، والدنيا ايه تتظبط معاه ويطمن انه اشتغل. بعد كده هيبتدي يتحرك بقى ايه نقطه نقطه ويرفعها. البيز ستيشن والانتنه بتاعتها ما بتجيش ناحيتهم في طول ما انا شغال. طيب ليه طريقه الار تي كي فتحت مجال كبير جدا للمساحة التصويرية؟ المساحة التصويرية فكرك بيها كده بسرعة، كنا خدناها في سنة تانية باختصار. كان بيبقى عندنا طيارة من غير طيار، الطيارة ديت بعمل لها خريطة طيران معينة على موقع معين. الموقع ده ممكن يكون مدينة عايز أعمل رفع للطرق، عايز أعمل رفع للمباني، ممكن يكون أرض زراعية، ممكن يكون غابات، ممكن يكون جبال، حدود أنهار، حدود بحار، أي حاجة عايز أعمل لها رفع مساحي بمساحة كبيرة. بعمل تصميم لخريطة الطيران، وبعد كده ال UAV أو الدرون اللي هي الطيارة من غير طيار ديت بتطير وبتعمل لي رفع، تمشي في المسار اللي أنا محدده، تعمل لي رفع للمنطقة كلها. زي ما أنت شايف الرسمة اللي فوق، الدرون هنا بيرفع منطقة سكنية، بيصور لي منطقة سكنية، والرسمة اللي تحت اللي على الشمال بيصور منطقة عايز يعمل خريطة كونتورية، بيصور منطقة فيها تضاريس أو طبوغرافيا للأرض. الدرونز ديت بتبقى فيها كاميرات بأنواع مختلفة، كاميرا ممكن كاميرا عادية، ممكن كاميرا ثيرمال كاميرا، ممكن كاميرا انفراريد، ممكن نير انفراريد. اللي عايز يعني مش هندخل دي حاجات استشعار عن بعد شوية مش هنتدخل فيها قوي، انما اللي عايز يقرأ اكتر فيها ممكن تعمل سيرش على الكلام ده. في نوعين عندنا من الـ UAV، حاجة اسمها فيكسد وينج اللي هو شبه الطيارة اللي تحت اللي على الشمال تحت ده اسمه فيكسد وينج، وحاجة اسمها كوبتر. الكوبتر ده اللي هو اللي بمراوح شبه طيارة الهليكوبتر كده اللي هو مرسوم على اليمين. زي ما انت شايف الدرون اللي تحت ده اللي على اليمين فيه 3 كاميرات، كاميرتين في اليمين وكاميرا في الشمال، في كذا سنسور بقى. انت بتركب السنسورز المساحية اللي انت عايزها، ممكن تركب فيه جهاز ليزر وبعد كده بيطلع ويبتدي يعمل لك الرفع المساحي اللي انت عايزه. وزي ما انت شايف الصورة اللي على الشمال فوق بتتحكم فيه باستخدام دراع كده زي دراع بلاي ستيشن كده، بتتحكم في الدرون ده. كل دورك في الموقع ان انت تعمل التيك اوف واللاندنج بس، يعني انت مجرد ان هو الدرون بتحطه على الارض، انت بتتحكم بالدراع بتاعك ان الدرون ده يطلع. مجرد ان هو طلع للسماء هو بينطلق بقى مع نفسه من غير تدخل منك، حسب الخريطة الطيران اللي انت حاططها في الميموري بتاعته، ويبتدي يلف حوالين الموقع بتاعك ويصور لك الموقع ويجيب لك الداتا اللي انت عايز. طب ايه دخل ده بالار تي كي بقى؟ دخل ده بالار تي كي لان بص كده على الرسمه اللي فوق او اللي تحت، هم نفس الكونسبت، اللي فوق فيكسد وينج درون واللي تحت كوبر. هنا عندك اقمار الصناعيه بتاعت الجي بي اس نفس الكلام، البيز ستيشن عملتها نفس الكلام وحطيت الجي بي اس المرجعي بتاعي عندها وخلاص، ده قاعد بيحسب التصحيحات. هنا الروفر بقى مش ماسكه في ايدي ولا حاطه على العربيه، الروفر محطوط في الطياره نفسها سواء الفيكسد وينج او في الدرون التاني، الروفر محطوط فيه. فهنا الروفر طول ما هو ماشي عمال الطياره طول ما هي ماشيه حوالين الموقع عماله بترفع وتاخد النقط والاحداثيات بتاعتي، الريسيفر بتاعي اللي انا حاطه تحت اللي هو الريفرنس في كل لحظه عمال يبعت لها يقول لها خلي بالك التصحيحات بتاعت الموقع بتاع كذا، التصحيحات بتاعتك كذا، التصحيحات بتاعتك كذا، وهكذا لحد ما الرفع المساحي بينتهي. دي لازمتها ايه؟ دي لازمتها ان بعد كده الدرون ده هو ماشي عمال بيصور صور جوية، الصور دي بعد كده زي ما خدنا في سنة تانية بقى في بينها اوفرلاب، وبعد كده بركبها على بعض عشان اعمل الخريطة بقى الكاملة بتاعة الموقع بتاعي.
بيفيدني جدا ان انا ابقى عارف الاحداثيات المصححه طول ما انا ماشي بالار تي كي بالدرون بتاعي، لان السوفت وير بعد كده بياخد الكلام ده ويبني لي خريطه دقيقه جدا ما فيهاش بقى خطا احداثيات او خطا نتيجه الدرون اتحرك يمين او شمال او كده. وده كله مجال ده اتفتح باستخدام طريقه الار تي كي. فعشان كده بقول لك ان طريقه الار تي كي دي اهم طريقه عندنا، لازم تبقى فاهمها كويس، وليها فيديوهات كتير على اليوتيوب لو حد عايز يتفرج عليها، وتبقى عارف ان الار تي كي هو ده شغل الموقع، شغل الطرق، وكمان شغل المساحه التصويريه. اخر حاجه هنقولها في حته الار تي كي قبل ما ندخل على اخر شريحه عندنا، مش كل اجهزه الجي بي اس فيها اوبشن الار تي كي، تمام؟ الاجهزه الاحدث شويه هي اللي فيها الاوبشن ده، وبالتالي لو انت نزلت تشتغل لقيت الجهاز بتاعك بتقرا طبعا المانوال بتاعه، لقيت الجهاز بتاعك مفيهوش اوبشن ار تي كي، يبقى انت مضطر تشتغل بايه؟ مضطر تشتغل بطريقه ستوب اند جو، وبعد كده السوفت وير بتاع البرنامج بعد ما تخلص تقعد بقى كذا ساعه في البيت تعمل تصحيحات بتاعه الطريقه بتاعتك. يبقى لو في ار تي كي هشتغل بيه ده هيبقى ده دايما الاختيار الاولاني بتاعي، مفيش يبقى انا هختار ايه؟ طريقه ستوب اند جو. وكده كده ايا كان قبل الموقع، قبل ما انزل اشتغل في الموقع بكذا يوم هكون نزلت الاول عملت ايه؟ زي ما قلنا عملت النقطه المرجعيه بتاعتي. هي دي اساسيات الجي بي اس اللي انت بتستخدمها في الشغل بتاعك. اخر طريقه عندنا يعني مش مهمه قوي، طريقه الاعمال، طريقه الرصد الاعمال المساحيه التوجيهي دي، الموبايل اللي معاك. الموبايل اللي معاك لو انت عايز هنا عايز تسافر القاهره مثلا، بتقول له انا عايز اروح المكان الفلاني في القاهره، جوجل مابس اوريدي عامله رافع مساحي للمنطقه كلها وعندها الاحداثيات، فبياخد احداثيات المكان اللي انت عايز تروحه، بعدين جهاز الجي بي اس اللي معاك في الموبايل بيحسب احداثيات المكان اللي انت فيه، ومن معلومات الاحداثيات ديت يعرف المسافه قد ايه والزمن قد ايه وزمن الرحله قد ايه. وبعدين الخرائط اللي هي موجوده عندك على الموبايل باستخدام الخرائط ديت بيبتدي يحدد لك المسارات اللي انت هتمشي فيها والطريق اللي هتمشي فيه، ويعمل نافيجيشن. اشهر طبعا مثال زي ما قلنا هو برنامج جوجل مابس اللي موجود على الموبايل عندك، انما الحكايه دي لها تطبيقات كتير في الملاحه البحريه والجويه طبعا، في الطيارات وفي السفن والعربيات الجديده كمان. العربيه نفسها بيبقى فيها هي فيها نفسها جي بي اس تدخل عليه زي الراديو كده، وبتدخلها المكان اللي انت عايز تروحه والمكان اللي وهي بتحسب المكان اللي انت فيه باستخدام ريسيفر الجي بي اس اللي جواها، وبتطلع لك الاتجاه بتاعك. طبعا الدقة هنا هي أقل، ممكن توصل لخمسة سنتي أو ممكن آسف توصل لمتر أو 2 متر، مش مشكلة بالنسبة لي. يعني لو أنا عايز أروح مثلا مكان في القاهرة وهو وصلني جنب المكان بمترين ثلاثة مش قضية، إنما الطريقة دي ما بستخدمهاش في الرفع المساحي، لأن في الرفع المساحي أو التطبيقات المساحية بيحتاج دايما الدقة بتاعتي تبقى أعلى ما يمكن. آخر حاجة هنقولها بس هي موجودة في الكتاب، ما هيش مهمة قوي بس تبقى عارفها. جهاز الجي بي اس بتلاقي مكتوب لك مثلا على الجهاز ان دقة الجهاز ده 6 من 10 سنتي زائد 1 جزء بالمليون. معناها ايه؟ معناها ان الجهاز نفسه بيغلط في القياس من غير حاجة بقى، يعني من غير بقى الاخطاء اللي احنا لسه هنتكلم عليها المحاضرة الجاية والكلام ده وزمن القياس والكلام ده. لا كده 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 الجهاز فيه ايرور 6 مللي زائد 1 مللي لكل مليون مللي هتقيسه، يعني 6 مللي زائد 1 مللي لكل كيلومتر. معنى كده في المثال مثلا اللي مكتوب قدامك ده بيقول لك ان الف او ميم هي نقطه مرجعيه معلومه الاحداثيات، والف وب دي نقط مجهوله الاحداثيات عايز ارصدهم، المسافه من الف لميم 20 كيلو ومسافه من ب لميم 50 كيلو، دقه الجهاز 6 من 10 سنتي زائد 1 جزء بالمليون. ايه الخطا المبدئي اللي هيحصل في القياس؟ حتى لو كل حاجه تمت في الموقع بيرفكت، في خطأ هيحصل كده كده بسبب دقة جهاز الجي بي اس نفسه او دقة جهاز الريسيفر نفسه. الخطأ ده بيساوي ايه؟ بمنتهى البساطة بالنسبة لنقطة ألف بيساوي الستة مللي اللي الجهاز هيغلطهم كده كده، زائد هو بيغلط 1 مللي لكل كيلومتر، والخط طوله 20 كيلومتر، يبقى 1 مللي في 20 كيلو يديلك 26 مللي، والخطأ المحتمل في نقطة ب هيبقى 6 مللي اللي هو الخطأ الثابت زائد 1 مللي لكل كيلو، يعني 1 في 50 كيلو يديلك 56 مللي. طبعا الارقام دي مبالغ فيها شويه للتوضيح، بس ان ده مثال الخطا بيبقى اقل من كده اللي هو طالع من جهاز الجي بي اس، لان 2.6 من 10 مللي ده خطا يعتبر كبير، او 56 مللي خطا كبير طبعا، انما ده بس مثال للتوضيح عشان لو شفت الحته دي موجوده في الكتاب او في اي حته تانية، ايه 6 من 10 سنتي زائد 1 جزء من المليون دي يعني ايه؟ تحول ال 6 من 10 سنتي دي حولها لملي تبقى 6 مللي، 1 جزء من مليون معناها 1 مليمتر خطأ لكل كيلومتر هتقيسه بيه الجهاز.
خلاص بكده احنا ايه انتهينا من اساليب وطرق الرصد بجهاز الجي بي اس. مفيش حد يتلخبط يا جماعه ما بين اساليب الرصد وطرق الرصد. اساليب الرصد اللي هم الثلاثه اللي قلناهم في الاول، وطرق الرصد اللي هي الطرق اللي انا بقى بستخدمها كمهندس في الموقع. لو سالتك قلت لك قارن بين اساليب الرصد، هتشرح لي الثلاث طرق وتقارن ما بينهم. قارن ما بين طرق الرصد، هتشرح طرق الرصد اللي انا طالبها اللي هم الخمس طرق اللي موجودين. اي اختلاف بين المحاضره والكتاب، انت هتلتزم بالمحاضره زي ما قلنا. اي حاجه زودتها في المحاضره مش موجوده في الكتاب، خصوصا الجزء المهم قوي الفرق بين الجي بي اس والجي ان اس اس، لان ده هتقابله على طول اول ما هتتخرج ان شاء الله. هتقابله لما تسافر، هتلاقي دايما بره هتلاقي بيقول لك الريسيفر هو ده ريسيفر جي ان اس اس، فلازم تبقى عارف يعني ايه ريسيفر جي ان اس اس وتتعامل معاه ازاي. لو في رسمه، لو في رسومات زودناها في المحاضره، التزم بالرسومات اللي موجوده في المحاضره. اخر حاجه زي ما قلنا مهم جدا بالنسبه لنا، تكون طلعت من المحاضره النهارده ازاي تعمل نقطه مرجعيه لنفسك في الموقع تشتغل عليها، والاحتياطات اللي انت بتاخدها، وازاي تستخدم طريقه الار تي كي وطريقه ستوب اند جو لو الار تي كي مش موجود. خلاص هنكتفي بكده النهارده. في اي مشكله، في اي سؤال يا باشمهندسين؟ الباشمهندسة منى بتقول لو الجهاز فصل واشتغل ارجع عيد النقط التانية ولا اكمل عادي؟ لا بكمل عادي يا باشمهندسة. هو كل نقطة بترصديها في الموقع بتتسجل، الجهاز بيسجلها خلاص. انما محتاج، لازم طالما الجهاز فصل واشتغل تاني لازم اسيبه واقف على نقطة معينة من 5 ل10 دقايق عشان يتصل بالأقمار الصناعية ويشتغل. باشمهندس محمد طارق مفيش مشكلة، اسأل، ولو هو بره المحاضرة هبقى ارد عليك بعد المحاضرة. في اي اسئلة يا باشمهندسين؟ في أي أسئلة يا باشمهندسين قبل ما ننهي المحاضرة؟ باشمهندس محمد طارق سؤالك مش واضح، بس هو طبعا ارتفاعات الجبال بتتغير نتيجة تغير صفائح دي مظبوطة ازاي؟ هو بص، هي دي عايزة رسم عشان اوضحها لك، بس هي الفكرة ان الجبل اتكون ازاي. بيبقى عندك صفيحة من القشرة الأرضية وصفيحة من القشرة الأرضية. تخيل كده انت معاك، او ان ايديك الاتنين حاططهم، او معاك كتابين مثلا قدام بعض افقيين كده، اقعد قربهم من بعض قربهم من بعض لغاية ما يتصوا في بعض. لما يتصوا في بعض ايه اللي هيحصل؟ هيبتدوا يعملوا شكل مثلث كده. دي ازاي الجبال اتكونت اصلا من الاول. طيب لو حصل ان الشرايح دي استمرت في الحركه لقدام شويه ودخلت في بعض اكتر، ايه اللي هيحصل؟ الجبل ارتفاعه هيعلى. طب لو بعدت عن بعض الجبل ارتفاعه هيقل. فدي فكره ازاي الصفائح الارضيه لما بتتحرك ازاي الجبل ارتفاعه بيزيد او بيقل. طبعا بس دي طبعا بتاخد سنين طويله. او لو حصل زلزال مفاجئ او برجان او بركان او كده وحرك الصفائح الارضيه بيعمل لك الحته دي. انما طبعا 86 سم من بالنسبه لارتفاع الجبل نفسه يعني تعتبرش حاجه مهمه يعني. بس سؤال كويس طبعا، و يعني حاولت افهمها لك كده. بس لو دخلت على النت شفت رسمه ازاي الجبل بيتكون وازاي الصفائح الارضيه بتدخل في بعض، هتوضح معاك النقطه دي اكتر. في اي سؤال تاني يا باشمهندسين؟ اي سؤال؟ طيب خلاص هننهي المحاضرة لغاية هنا.